Oh, mana mungkin. الهدف من تنظيم مناظرات سياحة تونسية les assises du tourisme tunisien 2017-2020 يشهد القطاع السياحي في العالم عدة تحولات عميقة مع تطوير منتوجات جديدة وظهور وجهات جديدة ووصول حرفاء جدد. كل هذه التحولات وجبت موكبتها بتحسين العرض السياحي التونسي وبتنويع المنتوج وبتحسين القدرة التنافسية والاستدامة الشاملة للقطاع. يتم ذلك عبر وضع مخطط عملي وإجراءات ذات أولوية جاهزة للتنفيذ لدفع القطاع السياحي خلال الفترة 2017-2020. تحسين النفاذ للوجهة التونسية، الاتصال والترويج، السياحة المستدامة، جودة العرض السياحي، العرض السياحي المتنوع والمبتكر، التأهيل والتنمية. تنطلق مناظرات السياحة التونسية اليوم 22 مارس 2017 وستتواصل إلى غاية 22 ماي 2017. ثم اجتماع احنا قمنا به مع المهنيين مع وزاره الداخليه عنده 15 يوم وبدا تحضير معناها ثم عمل هو متواصل في تامين الدوله التونسيه وفي تامين المناطق السياحيه اما هذا يزد كيف صار معناها التركيز على السياحه في الاجتماع هذا مع المتدخلين في القطاع هذا الكل.